اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام بفوش يا شو، معي انا ناديه الزعبي. رح نبدا بمباركه لجيلو. بدنا نبارك لجينيفر لوبيز اللي اعلنت مؤخرا خطوبتها على لاعب البيسبول العالمي أليكس رودريغيز. إلهم سنتين عم يتواعدوا، نزلوا صوره على انستغرام وهو ماسك ايدها. هلا الخاتم اللي كان موجود بالصوره يقال بانه كان بسيطا انيقا، عرفنا من مصادرنا الخاصه بانه يزن 15 قيراطا وسعره تقريبا 1.4 مليون دولار. من هي نجمه روتانا الاولى؟ مؤخرا صار في هيك كركبه بين إليسا ونوال الزغبي. الفنانة إليسا عملت unfollow لنوال الزغبي على her تويتر. ليه؟ لأنه نوال صرحت من يعني خلال التصريحات الأخيرة بأنه روتانا وقعوا مع إليسا بعد نوال الزغبي ونجوى كرم. أكيد هذا أثار استياء الفنانة إليسا اللي ناشدت مؤخرا متابعينها وقالت لهم بلاش تدخلوا في سجالات فاضية ما إلها أي قيمة حول نجمة روتانا الأولى اللي هي إليسا ونجوى كرم ونوال الزغبي. هاي الفنانة مش بس إحساسها عالي وإنما أيضا عندها ذكاء فني، على الرغم من أنه البعض انتقدوها وحسوا بأنه هاي التويتس يعني من وراها تسعى إليسا إلى استثارة عواطف الناس وفيها نوع من الاستهبال، هم هيك قالوا مش إحنا. نوال الزغبي مؤخرا نشت صورة لإلها مع نجوى كرم وسالم الهندي، رجعت إليسا نشت صورة ثانية قديمة لها مع سالم الهندي. الله يهدي النفوس. في فنانة على ما أعتقد الكل مجمع على حبها لأنه هي جداً لطيفة جداً بشوشة، ابتسامتها لا تفارق وجهها، يسرى، The Blondie يسرى اللي إحنا فعلياً منتابع أعمالها في الموسم الرمضاني من كل عام، إلا أنه هذا الموسم للأسف ما رح تكون موجودة. إحنا عملنا معها مقابلة خلال احتفالية أقامها الكوافير المصري محمد الصغير، أعلن من خلالها استلامه لجائزة أوسكار. عمرك ما فكرتي أستاذ محمد يغير لك لون شعرك تعملي أسود مثلاً؟ لا، عملته اسود وعملته احمر، عملته كل الالوان. اول مره صبغت شعري فيها كان مع الاستاذ يوسف شاهين في حدوته مصريه، كنت عامله شعري اسود، كنت منهاره. طمنينا على ايدك، مالك؟ وتر ايدي تعبان، كل ده من التليفون لما بتمسكيه كتير الحته دي بتبتدي تتوجع. خلينا نحكي هلأ شوي عن الحياة العاطفية للفنانة التونسية فريال يوسف اللي قالت بسبب نق أمها عليها ليل نهار إنها تتجوز أول واحد طرق بابها فتحت له. هي وياه كتبوا كتابهم بناء على طلبه، ولكن بعد 3 أشهر اتطلقت. ليه؟ لأنه كان بده إياها تنتقل إلى بيت الزوجية قبل ما يكون في زفاف، وكان مفهمها بأنه هو رجل أعمال مصري طلع كاذب ومريض نفسياً حسب ما قالت. فريال بعدين حبت واحد تاني كان متجوز، كان بده يطلق مرته بناء على رغبته، ولكن ما تم النصيب. ليش؟ لأنه خانها. سألوها شو مكانة الرجل في حياتك؟ قالت لهم ليس له مكان. من الواضح أنه مش أول مرة بتتعرض سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب إلى الإحراج من زوجها مستر ترامب، لأنه مؤخراً كانوا عم يستقبلوا الرئيس التشيكي أندريا هو وزوجته مونيكا. حسب البروتوكول المتبع المفروض أنهم ياخذوا صورة مشتركة ولا إشي. والله قعدت وقفت الست ميلانيا جنب الست مونيكا، ترامب ولا حاجة، ضل داخل على البيت الأبيض. طبعاً الحلو بأنه هي صارت ضد الصدمات لأنه استقبلت الموضوع بابتسامة وهزت كتفيها بطريقة عفوية جداً. احتفلت مجموعة من السيدات السعوديات باليوم العالمي للمرأة، طبعاً عبروا عن مشاعرهم وحبهم للإصلاحات اللي صارت مؤخراً في المجتمع السعودي واللي صار يوم المرأة العالمي من حقوق المرأة السعودية المكتسبة حديثاً. إحنا كفوشيا كنا موجودين في عدد من هذه الحفلات، أجرينا لقاءات مع عدد من النساء والرجال على حد سواء، وهيونا كانت موجودة. هاتوا نتابع مع بعض. طبعاً إحنا اليوم في يوم سعيد جداً، كثير من الرجال مقهورين مننا وحاسدين على هذا اليوم. يعني أنا أتوقع 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 أنه حنوصل لمرحلة حنجلسكم في البيت إن شاء الله، لأنه نحن صرنا أقوى. بدنا نقول هابي بيرثدي لهيوفا، هيفا وهبي الفنانة الحلوة الأمرايا اللي كان عيد ميلادها بعشرة مارتش. ما رح نسألك عن عمرك، دونت وري، إحنا مؤمنين جداً بأنه الشباب شباب الروح وإنتي، ولكن في سؤال محيرنا، الرومانسية المعلنة مؤخراً بينك وبين مدير أعمالك المصري محمد الوزيري،
هلأ ما في عنا إشي مؤكد، ولكن في عنا بعض المعطيات. بعيد ميلادك هاي السنة نشر صورة إليك أنت وياه، صورة قديمة، وكتب تحتها إنه إحنا مرقنا بأيام حلوة وأيام مرة، بس اللي حيفضل حاجة واحدة، ضحكتك اللي بتنور الدنيا. بديسمبر لنرجع فيك شوي، نشر أيضا صورة تانية وكتب تحتها: أحببتك فارتقى الإحساس، فوجدت بعدك أن النساء إشاعة يتداولها الناس. مع قلب حب، شو يعني؟ حرصت العلامة الفرنسية للأزياء الراقية شانيل على تكريم المصمم الراحل كارل لاجرفيلد، الذي تولى رئاسة هذه الدار لمدة 3 عقود متتالية، وكان يصدر 8 مجموعات سنوياً. قدمت شانيل خلال الأسبوع أو أسبوع باريس للموضة آخر مجموعة من توقيع كارل، بحضور عدد كبير من الوجوه الإعلامية والنجمات المفضلات لدى كارل. على رأسهن كانت موجودة بينيلوبي كروز، الممثلة وعارضة الأزياء الإسبانية، اللي كانت لابسة فستان أبيض بياخذ عائلتها النور عليها ريش، وكانت حاملة بإيدها وردة بيضة. يعني فعلياً كانت في غاية الجاذبية والتألق. بالإضافة لهيك أيضاً رصدنا وجود المغنية والممثلة البريطانية كارا دالفن، اللي كانت لابسة كوت كاروهات واسع جداً، ولكن عليه لمسات كارل، اللي هو طبعاً دائماً متميز في تصاميمه. النجمة الذهبية نوال الزغبي من آخر إطلالاتها الإعلامية مع عادل كرم كانت لابسة بليزر بدون كنزة تحته. هي تتبع مرات موضة البطن المكشوف. هلأ لا شك بأنه هي كاسمها على المسطرة، يعني الست قمر، very stylish، very charismatic، وباعتراف عدد كبير جدا من الفنانين وعلى رأسهم شيرين عبد الوهاب قالت احنا تعلمنا الموضة من نوال الزغبي. في ناس انتقدوا الإطلالة، قالوا لها انه ما بتناسب عمرها وما بتناسب برستيجها الفني، وفي ناس قالوا عنها قمر. هلأ بغض النظر اتفقنا او اختلفنا، ست عمرها 25 هالقد لساتها حلوة، شفوا. خلينا هلأ شوي نحكي عن إطلالات الفنانات لهذا الأسبوع، ونبدأ مع شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم. لأول مرة بتكون لابسة لون أخضر فاقع، كتير ديزاينه عصري، ظهره مكشوف وكمامه واسعين. هذا الفستان جريء جدا بس لابق لها بشكل خرافي، طاغي الأنوثة. نجوى كرم بهذا الفستان بيّنت أصغر ب10 سنين، إطلالة موفقة. أما بالنسبة للفنانة مايا دياب، التي تعتبر، وأنا مصرة على رأيي، ترند ستر في العالم العربي، دائما تطلع بكل ما هو جديد وتثبت بأنه هي يعني أيقونة للجمال والستايل، كانت لابسة لبسة مش كتير غريبة عن مايا دياب مع لونها البرونزاج. تخيلوا لابسة كاشميو لونه أخضر، ولابسة توب تريكو، وحاطة هيك تربان على شعرها، as usual، يعني very glowy. في فنانة مصرية اسمها لارا اسكندر، كلنا بنعرفها ومنحبها ومنتابعها على مواقع التواصل الاجتماعي. مؤخراً اشترت فستان أحمر من تصميم وتوقيع إلي صعب. الفستان is a masterpiece، ولكن عقولة الخبر ما جعله بالياً إنه أنت زدتي أشياء عليه. يعني ليش يا لارا تلبسي هاي نك بيضة؟ ليه بوتس أحمر مش مبين هالقد؟ يعني ليه؟ الفستان لحاله مع نفسه بجنن، بس اللي زدتيه عليه جعله بالياً. شوفوا يا جماعة، بدي أحكي لكم عن قصتي مع السكر. أثبت مؤخراً من خلال طبعاً مجموعة من الأخصائيين النفسيين سبيشلي في مجلة تايم الأمريكية، بأنه تناول السكر ممكن ما ينصحك إذا عرفت إمتى تاكله. يعني التوقيت الصحيح لتناول السكر هو اللي بيفرق معك. هلأ السكريات بشكل عام فيها دهون مشبعة، وأيضا فيها سعرات حرارية فارغة، فبالتالي هي بتنصحنا. أنا الأشخاص اللي عندي هوس بالسكر قررت هداك اليوم أوقفه فجأة، رجعت له بعد أسبوع بنهم. الأخصائيين بيقولوا ما تبطل تاكل حلو بشكل كامل، ولكن خفف من تناوله. بلس إذا أنت بدك تأكل أي وجبة، اكتشفوا بأنه نفسياً وفسيولوجياً الناس اللي بيأكلوا حلو قبل تناول أي وجبة طعام ما بيأكلوا كتير. ليش؟ لأنه في شعور بالذنب أنه أنا أكلت حلو فممكن أنصح فرح أكل شوي من الطبخة. ولكن إذا أنت أكلت مجموعة من الوجبات الصحية قبل تناولك وجبة الغداء الرئيسية، أنت رح تأكل كتير لأنه بتحس حالك أنه لسه معك مجال في السعرات الحرارية. بالإضافة إلى ذلك، لكل الأشخاص اللي بيمارسوا التمارين الرياضية، تناول بعض السكريات
بعد التمرين حتى تكون مفيدة، خاصة الفول السوداني والعسل. يعني لا من باب الفلسفة ولا من باب التنظير، أنا مش عم بطلق هلأ شعارات رنانة، بس أنا مؤمنة بأنه الفراق قد يكون مرحلة نتعرض لها مع الحبيب وشريك الحياة. مش كل ما ألاقي رجل أحس فيه مواصفات لطيفة أقول هيو إجا فارس أحلامي، يعني ممكن شو اسمه ما يصير النصيب، عرفتوا كيف؟ هلأ الصور اللي بينك وبينه أنا هاي دول اللي بيهموني، حرقتيهم ولا ما حرقتيهم؟ حذفتيهم عن جهازك ولا ما حذفتيهم؟ ولا أي حاجة، هولع فيهم كلهم. بحرقهم، بحرقها كلها، بسيبها للذكرى على حسب، يعني خلني أكيد همسحها يعني، بس يعني عامه بسيبها. في فيلم حضرناه بيقول He's not into you، هيك عنوان الفيلم، يعني خلص هو بطل حابك. في علامات أنت ما بتعرفي تقرأيهم، أنا بدي أوعيكي وبدي مصلحتك، علامات تدل إنه هو بده ينفصل وينسحب بدون ما يأذيكي ويجرح مشاعرك. أول واحدة، كان ينزل صور إلك وإله على الطالع والنازل، بتبطلي تلمحي حالك بأي صورة، بنكرك نهائياً على مواقع التواصل الاجتماعي. 2، ببطل يتابعك على مواقع التواصل الاجتماعي، شو ما نزلتي زمان كان يغار وينهار، لا بيبي مبين كتفك هلأ ولا الهوى. 3، إذا حطيتي إيدك على موبايله لمستيه بنتفض، بيخونك واضحة ما بدنا نحكي فيها، أنا طبعاً بس بدي أهدي النفوس أنت فاهمة. 4، يتشاجر معك في أي لحظة، شو ما يصير بسبب بسيط ما بيخلي عليكي كلمة، لأنه خلص بده يعني حاسس الأمور not worth it anymore. أنا عم بحاول بس أفهمك بأنه كوني واعية في العلاقة، ما تكوني غرقانة في الحب ومش شايفة اللي حواليك، لأنه انسحاب الرجل المفاجئ قد يكون مدمر نفسياً.